نبيلة، كان هذا مثال مصري، والآن أعود إليك لتستكمل النقاش عربيا من دبي. إليك. شكرا أسامة. وكما أسلفت، صورة المرأة عربيا ودورها في زمن الأزمات محور نقاشنا الآن. وأرحب بضيفتنا الدكتورة نبيلة الصباحي، والتي هي سفيرة النوايا الحسنة في الأمم المتحدة. أهلا بك معنا في اليوم. بداية، إلى أين تتجه حقوق المرأة العربية إجمالا، وهل هناك يعني تخوف من ضياع ما تحقق من مكتسبات؟ أولا شكرا لكم. أولا، إذا اطلعنا على الأحداث التي مرت بها الأمة العربية خلال الثلاث السنوات الماضية، نجد أن المرأة تصدرت الأحداث، نجد أن المرأة هي المحرك الأساسي للشارع السياسي والاجتماعي. كان للمرأة وجود بارز في هذه الثلاث السنوات الماضية، لكن نحن لا ننسى حقيقة أن وجود المرأة منذ النهضة العربية، منذ الخمسينات، بدأت المرأة تعمل بجد ناشطة للمطالبة بحقوقها. وفعلا في من خلال هذه الفترة كانت النتيجة الذي حدث في الأحداث الأخيرة، الثلاث السنوات الأخيرة. لا أحد يستطيع إنكار جهود المرأة العربية. لا يوجد حدود للمرأة العربية في مطالباتها، في حقها السياسي، في حقها الاجتماعي. هناك بعض الإشكاليات أكيد تواجه المرأة في أي مجتمع، ليس فقط في المجتمع العربي. كما نلاحظ الدراسات التي تأتينا من الدول الأجنبية، هناك سبع نساء مصنفات لتولي رئاسة دولهن مقابل 147 شخصا رجل. طيب دكتورة نبيلة، أنا عارف أن يعني دي جلسة نسائية بامتياز، وأنا يعني حاسس أن أنا مش مكان شوية فيها، ولكن خليني أقحم الرجل فيها شوية برضو مع ذلك. وبالحديث عن تعزيز التكامل، كيف يمكن تعزيز التكامل بشكل عام في المجتمع بين دور الرجل والمرأة على صعيد الحقوق والواجبات أيضا؟ المجتمع أساسا قائم على الرجل والمرأة منذ الأزل. المرأة هي شريك أساسي للرجل. المرأة زوجة، أخت، أم، زميلة عمل، رفيقة، هي المكمل الأساسي لبناء المجتمع. دون هذه دون عنصر المرأة لابد أن يكون هناك خلل. هناك بالفعل في هذه الفترة في الدول العربية خلل نوعا ما، وأنا أرمي بكلامي إلى الأرياف وليس المدن. المدن أصبح لديها نوعا ما مرأة واعية بحقوقها، مرأة مجتهدة تريد أن تبرز قدراتها، تريد أن تحصل على أماكن متميزة. لكن هناك إشكاليات كثيرة، وأعتقد بالتعليم والتوعية ومساندة الرجل كأب، أولا كأب، إعداد البنت من البيت بتعليمها، ما لها وما عليها، هذا يجعلها في مثل ما يقولون في السايد السيفتي، تعلم المرحلة القادمة أين هي متجهة، وتكون منفتحة على واجباتها وحقوقها أيضا. طبعا. دكتور، شفنا مع زميلنا من مصر تقرير عن إذاعة بنات وبس، هل بتشوفي أنه يمكن من الضروري تكرار هالتجربة، وهل ممكن الانطلاق منها لتكون تجربة عربية أكثر يعني؟ بالعكس، هذه أنا ما شاهدت التقرير، ولكن كون إذاعة تقوم عليها بنات وسيدات هذا شيء مفرح ومبهج. لماذا؟ الرجل لابد منذ الصغر أن يسمع لصوت المرأة. المرأة لها حقوق، لها حياة، ولها متطلبات كالرجل تماما. في بعض الدول الأوروبية نوعا ما تحققت هذه الرؤى، ولكن كوجود جهة إعلامية تتبنى وتتولى الإشارة أو التوجيه أو الإعلام التوعوي للرجل للاهتمام بالمرأة، هذا شيء جيد، ونتمنى أن يتسع المجال أكثر وتكون مثل هذه الإذاعة تلفزيون، قنوات. لما لا. وكيف يعني يجب برأيك معالجة القيود المفروضة في الوقت الحالي على المرأة في بعض الدول، يعني دول المنطقة؟ نعم، حقيقة الدول المنطقة نوعا ما النساء أخذت حقوقهن. هناك دولة وحيدة، لا تقاطعني أرجوك، لا تفضلي، المملكة العربية السعودية. الخطاب الديني القائم على لا يجوز ولا يمكن وحرام وغير مسموح، إذا كان لمستوى سواقة السيارة يفضل الآن كم العمالة الوافدة للمملكة العربية السعودية سائقين. لماذا؟
ها فهناك تعالي انظري الى المراه السعوديه خارج المملكه تنطلق. هي موجودة في الميديا سيتي في دبي في أماكن جدا منفتحة تطالب إعلاميا. هناك نوعا ما جانب ما في المملكة العربية السعودية في كتم، يعني لا يوجد حق الاختيار. المرأة إنسان مثل الرجل تماما، لها حق الاختيار. إذا أخطأت تقيم من الأهل من، ولا أعتقد أن هناك مجتمعات عربية يوجد فيها النساء الخارجات عن الأطوار كما يعني تتبناها الثقافة السعودية. بالعكس، هناك تكامل، والتكامل شيء أساسي. ضد يعني هو مع القيم الإنسانية، ضد الإخلال بالقيم الإنسانية. يعني الرؤية واضحة. شكرا لك دكتورة نبيلة الصباحي الصباحي، عضوة الناشطة وسفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة. ومن إبداعات المرأة الفنية والتعبيرية لنا حكاية عن فنانة تشكيلية عراقية لنبحر في خطوط الحنين وألوان الذكريات للوطن من أرض المهجر. تابعونا لاحقا مشاهدينا. أما في اليوم الطبي فيبدو أن نبتة الشيا تجتذب الاهتمام ومجهر المختصين لنجاحاتها في العلاج البديل. بعد قليل تابعونا.